سحابة لما ادوس انا مش بدمر. ايه ده؟ كنت عارفة؟ بتهزره بقى هنا لا ولا بجد؟ لا بجد، انا كنت بسجل، كنت بسجل هنا، انا كنت بسجل هنا، بس انا لما بقف قدام المايك. طب ده انا شايفه ان حمو بيك هو اللي بيوجهك لا، بيعلمك. مين اللي بيوجهني؟ ما اسلام المصري اقول له سامع صوته عمال يقول لك هو بيقول، ما هو حمو بيوجهش، حمو واقف كده بس، انما اللي بيوجهني يعني ايه واقف كده بس؟ يعني واقف حمو بقى كده على الله حكايته. واقف على الله حكايته حمو، انما انا كنت بسجل ساعتها، انا ما بروحش يعني. هو حمو عارف احنا اصحاب وحبايب، وعمري ما رحت له قلت له تعالى مثلا نصور فيديو نعمل ترند. انت شايف ان صوتك قوي ولا صوتك على قده؟ لا صوتي الحمد لله كويس جدا، وانا يعني في ناس كتيره جدا بدون ذكر اسماء عارفين ان انا بغني حاجات ما فيش حد يعرف يغنيها. زي ايه؟ مهامات، بقول مهامات ما حدش يعرف يغنيها. الطريقه اللي يعني انا شفت دي. طب غني لي حاجه كده فيها مقامات. زي انت عايز قديم ولا جديد؟ قديم. قديم ام كلثوم مثلا. يلا يعني ممكن مثلا نقول رجعونا عنك لايام اللي راح، علمونا الندم على الماضي وجراحه، اللي شفته ترارا قبل ما تشوفك عيناي، عمري ضايع سيبوه ازاي عليا. لا انا ندمت، انا بحب ام كلثوم. لا خليك في الشعب. لا ما انا انا ام كلثوم بغني عشان انا بحبها، مش مهم ان تعجب الناس ما تعجبش الناس، انا بحبها. انا الفقره دي بقى مش معاكم، انا متفرجه. متفرجه على ايه؟ بس انت مالك قلقان ليه؟ قلقان من ايه؟ من على فكره احنا رقيناه السنه دي. هو مين بقى؟ بقى شيخ العرافين. انت جايباه برضو ال طبعا انا ما استغناش عنه وعن اسراره. قسما بالله قسما بالله لو اعرف الشخص ده مين، ولو اعرف هو مين اعرف بيته فين واخطفه، قسما بالله اخطفه. هي سايبه، هي سايبه بقى، ان شاء الله اروح فيها. تخطف مين؟ والله العظيم تلاتة. ليه احنا فين؟ قسما بالله لو اعرف بيته فين اخطفه. تخطف مين؟ ليه احنا فين؟ تخطف مين؟ شاكوش. قول يا حبيبي. سيب العروسه وفي شهر العسل وتنزل تاكل حواوشي. اخص عليك. حواوشي؟ ينفع كده؟ ايه بقى بيكذب؟ مين لا. بقى مين بقى اللي قال لك ان انا بنزل بقى نزلت اكل حواوشي؟ ده انا اقول لك انت اكلت فين كمان؟ اكلت حواوشي فين يا حبيبي؟ قول المنطقة. في الدقي؟ في الدقي؟ فعلا اكلت في الدقي يوم الفرح. يوم الفرح؟ يوم ال كان يوم الفرح؟ لا. لا انت شفتها ونزلت تاكل الحواوشي. اما اتجوزنا تالت يوم باين. نزلت مع مين؟ نزلت انا وواحد ميشو شغال معايا والرجاله بتاعتي. قلت لهم انا عايز اكل حواوشي. كان معايا محمد اخويا الصغير. وما خدتهاش معاك ليه؟ لا ما كنا في شهر العسل، بس انا قلت بقى ايه؟ اركب العربيه ما حدش شايفني، الناس كلها عارفه ان انا ايه؟ شهر العسل. بعدها على طول تاني يوم رحت. عارف انك عامل عمله. انا فمش عايز حد يشوفك يقوله ساب العروسه ونزل. خايف احسن حد يشوفني مش عارفه ايه. بس وهي ما زعلتش؟ لا ما هي ما مشكله ان هي زعلت، مش عشان انا خرجت، لا هي زعلت عشان كان في حمام وفي خروف في البيت وكان في حاجات كتيره جدا يعني ايه. فانا سبت كل ده ورحت اكلت حواوشي. تحب الحواوشي؟ بقول لك ايه، انا عايزها. عايز مين؟ عايز ريم. عايز ريم اللي يعني جاي لازم تسمعه. يعني ايه عايز ريم؟ يعني عايزها تيجي. لا بس ما تهزرش. ايوه يا حبيبي، ما انت باشا عايزها في ايه؟ هو بيتكلم بجد؟ ادي الجمل وادي الجمال. يعني ايه انت بتتكلم جد؟ بجد؟ لا مش هينفع يعني الفورمات بتاعتنا ما ينفعش. قلبك جامد يا شاكوش. ماشي هي انت عايز ريم ليه؟ مش انت قلبك جامد وما بتخافش؟ يعني متوتر. ايوه حبيبي الحمد لله.
وانت الجامد وانت المق يا عم ماشي. انت في حاجه مخبيه عليها؟ لا مفيش. امال مالك كده اصفريت واخضريت؟ مفيش والله. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ شغل العرافين. نعم. ما تهزرش. أنا... مش في الفورمات بتاعتنا حد يجي. قسما بالله قسما بالله لو في حاجه من اللي في دماغي طلعت ما هسيبه. ده هو مستفز. مين؟ حسن شاكوف. ليه؟ معرفش. هو ممكن يكون معرفوش بيرسونال. بس انا بتكلم كطريقه. انت طالع على ناس ما ينفعش تقول اي كلام. ما ينفعش تتكلم غلط. ما ينفعش تقول ان على فكره انتوا قلتوا ان احنا سارقين الاغنيه دي فهي اصلا بقى هم سارقين. لا على فكره هم مش سارقينها. ايه دي؟ زميله في مجال الغناء بتقول انك انت مستفز وبتعرفش تتكلم. انا هي بتغني؟ هي دي مغنية؟ بتغني ايه دي؟ انت فاكرها لها؟ انت مش عارفها؟ لا والله العظيم وحياة امي. شذا. شذا؟ شذا المطربة. شذا دي اما شكلها عمل لها كده يعني انت عارف شذا المطربة؟ لا انا اسمع الاسم بس. ما سمعت لهاش حاجة. انت حافظ لها اغاني؟ انت حافظ لها اغاني؟ مالكش دعوة بيا. الله ما انا بكلمك اهو. مش انت اعلامية وعارفة انت جايباني هنا ليه؟ عشان اسالك وتجاوب. عشان انا مين؟ عشان انا حسن شاكوش. سمعت بنت الجيران وسمعت لخبطيطه وسمعت عود البطل وسمعت اغنيه انا والنجم احمد سعد. انت جايباني هنا؟ انت جايبه حد على واقف قاعد قدامك. طب انت مش عارفه هو مين؟ طب ما ترد عليها. ارد عليها؟ ما انا ارد عليها ايه؟ ما ايه بتقول عليك ايه وانت اجابتك ايه؟ انا ما عنديش ارد عليها ايه يعني. ربنا يتولاها بقى. هي اصلا يعني هي ربنا يتولاها. انا ما ارد عليها اقول ايه؟ كنت رديت على الـ على الـ على الـ اللي قبله. يعني انت مش مستفز زي ما هي بتقول. مستفز ليه؟ انا دي شخصيه. ما بتلخبطش في الكلام زي ما هي بتقول. ما انا لا انا قلت لك قبل الكلام انا بطلع بقول بتكلم بطبيعتي. انا ما بحضرش بس انا الحمد لله عارف ان انا ما بغلطش لان انا عمري ما بغلط في حد. ما هي اللخبطه دي وعدم تحضير الكلام بيخليك تغلط. لا ما انا ما بحبش اكون فيك. البني ادم ما انا بالنسبه لي انا البني ادم اللي بيحضر وبيطلع علشان هيقول كذا وكذا 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 في برامج او في اي حديث او انا بالنسبه لي ده. بقول لكم ايه يا جماعه؟ نزلوا له صاحبه بيقول عليه ايه. حب الناس لازم تخلي الناس تحبه. الناس بتكرهه؟ انت شايفه الناس بتحبش حسن شاكوش؟ والارقام اللي بيعملها دي بيعملها ازاي؟ مش شرط ارقام بحضرتك. انا مش بتكلم على ارقام على يوتيوب. بتتكلم على ايه؟ بتكلم على الناس في الشارع. ما بتحبوش؟ لا. ده من وجهة نظرك. ممكن لا انا بسمعه حضرتك. اللي انت بتسمعه؟ طب ميك الناس اللي حواليك بتسمعك كلام؟ كله مش دي الناس بتقول ايه بقى؟ ده مغرور مش جدع مش كويس مش عارف ايه بيتكبر علينا بيعمل علينا حمو بيكا بيقول ان انت مغرور ومش جدع ومش كويس ونقصك حاجات كتير والناس زعلانة منك صاحبك. والنبي يعني انت والنبي لما شفت الـ الحلقه دي دلوقتي انت ما ضحكتيش؟ اضحك ليه؟ يعني ممكن اضحك على اداء حمو بيكا ان هو كوميدي. انا بصي حمو لكن هو بيقول كلام انا بسالك فيه عنك عن صاحبه. بصي انت صاحبه حمو يعني هقول لك على حاجه. حمو تلقائي وحمو معاهم عليهم بس حمو على المستوى الشخصي هو غلبان وطيب والناس بي 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 بتلعب بدماغه وبيلعبوا بمشاعره علشان هو طيب. في ناس في واحد بيبقى طيب زياده عن اللزوم ده بيبقى وحش جدا ان واحد يقول له شمال. طب ليه وصفك بكده؟ قال كده ليه؟ والله مش عارف يعني ايه. مش عارف. ما سالتوش؟ مش انتوا اصحاب؟ مع اني انا وهو مفيش. ما اقول لك على حاجه انت عارفه بعد الحلقه دي بعد الحلقه دي بيكلمني وانت فين وعايزين نقعد مع بعض وانا وحمو مفيش اي حاجه. وانت على المستوى الشخصي بحبه. شوف الفيديو ده ولا شفته قبل؟ شفته بس ما ردتش. بيقولوا ان انتوا بتعملوا الحاجات دي افلام. لا انا عشان تعملوا ترندات. انا اسالي اهو عمري ما رحت لحمو. طب نزلوا يا جماعه المكالمه اللي ما بينهم. سمعوه. سمعي. سمعت التليفون عليا يا باشا. ما خلاص الصفينه تمام. صفينا يا باشا. نقرا الفتح مع بعض. ايوه نقرا الفتح مع بعض دلوقتي. يا ما مفيش اي حاجه. انت اخويا والله من غير
بس انا بيك احنا بيننا في الله حسن احنا بنتحارب طبعا احنا بنتحارب يا باشا وبعدين على وضعنا معلش احنا نقف على احنا مع بعض ها هتعمل لنا كرنهات بالعافيه يا باشا ده انا انت ما شفتش الفيديو اللي انا كنت عامل ايوه شفت ده اتذاع في التلفزيون شفت ومش هسكت ومش هسكت لازم اوضح حل انا اتصلوا بيه قالوا لي بلاش تعمل لايفات واحنا هنحلك الحوار بتاعك لا والله باشا انا عايز اكل عيش بقى لي 3 سنين انا حاولنا نخلي المكالمه مهذبه ومؤدبه كده كده الكلام ده قديم جدا انتوا بتشتموا بعض في التلفزيون وبعدين تتكلموا مع بعض حلو وبتنسقوا مع بعض لا لا انا ما هو ده مش ترتيبه دي ترتيبه ايه ده احنا بنتكلم على الشغل اي احنا بنتكلم على الشغل ما بنتكلمش حلوين لا طب ما هو اللي بيطلع انا انت عمرك شفتيني طلعت خبطت في حمو ولا بطلع اتكلم على حد اصلا عمري وطلعت في كذا برنامج اشوفه اخويا وفي بيننا عيش وملح هو بيقول ان هو ساعدك كتير ساعدني في ايه مش عارف في بداياتك مثلا في بداياتي انا بغني قبل حمو انا بغني قبل حمو وحمو بعد احترامي ليه هو على دماغي هو اللي جالي علشان يعمل معايا اغاني طيب احنا دلوقتي انا خلصت معاكي اللي كنت نفسي اساله لك دلوقتي بقى شغل العرافين عايز كان يتكلم مع حسن في وجودك معرفش ليه وانا بريئه منه مبروك يا ريم الله يبارك فيك عامل ايه انت عامله ايه انا كويسه انت كويس عاوز حسن كده ليه انت مالك بقول لك ايه عارفه السلسله اللي في رقبته ايوه ما بيقلعهاش انا دي انهي واحده يا حسن الصغيره مالها عارفه مين اللي جايبها له يا جماعه ده دي انت ايه مالها السلسله يعني عارفه يا ريم مين جايبها له لا طب ما تعرفيش هو بيقلعش من رقبته ليه ما ايه ما بيقلعش من رقبته ليه ليه يا حسن عادي ما انا قلت لك انا بحبهم وكذا مره انت قلت لي على الحوار ده قلت لك انا بحب ال خلاص حاجه بيحبها مين جايبها له ما يحب براحته ما هو بيحب اللي انا اللي جايبها لا هو محتاج ان حد يجيب له حاجه قولي له مين اللي جاب لك السلسله ما تقول يا حسن ولا اقول انا لا لو انت عارف قول مين اللي جابها انا عارف مش انت بس عارف ليه ما تعرفش شوفي يا دكتوره والنبي عشان بس ليلته ما تفوتش دي شوفي اللي عمال يتكلم ده ف بتسالي يا ريم انت ساكته ليه بص هيتكلم في اي حاجه تانية هيتكلم في اي حاجه انا ممكن اقوم واسيب الحلقه هو ايه في ايه اقول لك حاجه تاني هو في ايه قال ايه انا ما خدتش بالي سلسله عمال يقول لها انت عارفه مين اللي شاري السلسله مين اللي جايب السلسله مين مين يا حسن اللي جايب مفيش السلسله مفيش يا ماما خلاص إيه؟ مفيش عايز ايه طب عارفه انه عنده فيلا في التجمع لا كده بقى قال لك على الجوازه جوازه ايه قال لك على العربيه اللي جابها كده ما كملش عشان لا, إيه؟ لا 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 طب استنى بس اصل هو كده بجد تجاوز حدوده لا انا ما لا 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 لا, لا. انا قلت لك انا مش عايز اطلع في برامج ومش عايز اجي لان انا كنت مانع برامج فانا قلت لك هطلع معاكي بعد اذنك يعني فمش انا ممكن ما اكملش الحلقه وامشي طب ممكن ثانيه واحده ما ترد عليه تقول له انت كداب وخلاص ما هو ما انا ما اعرفش اصلا ده طب حسن اقعد اديني قعدت اهو رد عليه وقول له انت كذاب يعني اصل انت لما تمشي الناس تفتكر ان ده بجد انا فيله ايه بقى دي اللي في التجمع في فيلا والعربيه والعروسه عروسه ايه هو ما قالكيش يا ريم ولا ايه لا ما قاليش عروسه ايه عروسه ايه عروسه ايه عروسه ايه ايه ده يا ست استني نشوف ده عروسه ايه وعربيه ايه وفيله التجمع ايه ايه ده عروسه مين دي ما هي اهي العروسه اهي العروسه انت ايه ما بتسمعش وبتشوفش الله ما تقول يا حسن في ايه انا ما انا هي العروسه هي دي العروسه لا مش هي دي العروسه ما اعرفش بيقول لك عروسه وتجمع وسلسله ما تقول ما فيش حاجه متجوز يا ريم ايه ده ليه متجوز ايوه متجوز متجوزين احنا لا مش انتي امال مين ايه حسن متجوز متجوز مين
حبيبي هو بيوريني كل حاجة بتوصل له وكل لا حاجة. لا الرسائل دي عادية، رسائل عادية. بص يا دكتورة، عشان هو كده بيخبط في الكلام، فبيقول لك أنا متجوز وشغلانة وعندي وفيلة التجمع. فيلة إيه؟ يا ست استنى لما أشوفه هو بقى، أنا عمال أقول له قول مش عايز يقول، قول يا عم. ما أنا قلت لك أقول إيه تاني؟ هو أنتوا جايبيني يا جماعة عشان كده؟ لا 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 خالص. لا بقول لك هي بقول لك قلت لك من قبل ما اطلع البرنامج هي ما طيب بص ما طلعتش التلفزيون دي، انت عارفش حاجه عنها. لا انا مالي يعني حاجه بقى. عارفه مين اللي جاب لك الكلب الهديه اللي حسن جابه لك؟ كلب ايه؟ الكلب الجديد. انا اللي جايبه. مين اللي مديه لك يا حسن؟ انا اللي جايبك، انا اللي جايبه له هديه. كلب ايه؟ كلب مين؟ اسد، الكلب اللي اسمه اسد الجديد. اسد طب ممكن بس ثانيه واحده بقول لك ممكن ثانيه واحده يا حسن؟ لا مش ثانيه واحده، ثانيه واحده ثانيه. هتقولي عايزه تقولي يا دكتور؟ قول لي لو سمحت بتقول مين ايه اللي جاب الكلب؟ قولي ما تقول انت. انا اللي جاي. مش انت عارف؟ انا اللي جاي. عارف. طيب خلاص قول. العروسه اللي بعتها. ايه العروسه اللي بعتها؟ يعني عروسه العروسه اللي بعتها للعروسه. العروسه اللي بعتها للعروسه ازاي بقى؟ عروسه مين يعني؟ اكيد اي لو انا متجوز واحده تانية اكيد الاثنين دول بيبقوا بيشدوا في شعر بعض. يعني ازاي بقى هي تجيب لها كلب؟ هو انت متجوز يا حسن اصلا قبل؟ انا مش متجوز. ريم متجوز فين؟ او كنت داخل مشروع جواز مثلا؟ كنت، وهي عارفه. طيب بس كنت بس ده قبل ما اتجوزها. والست دي مثلا ساكنه في التجمع صحيح؟ او يعني البنت دي هي في التجمع؟ من التجمع. بس انا ما ده مين ده اللي من التجمع دي؟ البنت اللي انا كلمتك عليها. انا ما اعرفش حاجه. اللي انا ما تعرفيش حاجه، وانا ما كنت مكلمك وقايل لك في مشروع جواز بس من قبل ما تقدم. ما اعرفش التجمع ايه وفيلة مين. خلاص انت مش انا متجوزك دلوقتي؟ خلاص لا انت خلاص. بص بقى انت على فكره يا شيخ العرافين. لا 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 اقفلوا على شيخ العرافين يا جماعه. انا عايز اعرف. لا ما ثانيه واحده بس. بس اعرف ايه ده كذاب. انا عارف. انا اللي جايب لك الكلب. ومين اللي جايب السلسله؟ انا اللي جايب الكلب اللي جابه لك. ومين اللي جايب السلسله؟ السلسله انا اللي جايبها. انا لاقي لك اهو. لا الثانيه. الثانيه انا اللي جايبها برضه. قايل لك انا قايل لك اهي اللي فيها الماز. انا اللي شاريها. طيب بصي ريم بجد هو بيحب يعمل سبايسي. انا عارفاه شيخ العرافين. بس ما بيقول مش كل حاجه بيقولها كده. يعني ايه؟ يعني مش كل حاجه بيقولها كده. يعني انت مصدقه؟ يعني هو جاب الكلب منين؟ ايش عرفه ده الكلب؟ يعني لسه يعني جاي. انت مصدقه متجوز في التجمع؟ جواز مين يا ماما في التجمع؟ ما انا عمال اقول له هي مين يا حبيبتي. بيقول لك كانت عروسه وكان هيرتبط، كان مشروع. كان يا ابني اسكت انت يا شيخ العرافين، مش عايز اسمع صوتك. اسكت خالص. خلاص يا جماعه حصل خير، هو موضوع وانتهى بس كده. هو انتهى بس. انتهى. مش بس انا بتكلم عن موضوعي انا. موضوع يعني الموضوع اللي احنا فيه دوت. يعني بعدين بقى لما نخلص. يعني ايه موضوع انتهى؟ انا موضوع بتاع ال. طب يا جماعه ممكن لا معلش نطلع فاصل ونرجع تاني. اقفل الصوت بقى عليه. خلاص انا مش عايزه شيخ العرافين معايا خلاص النهارده لبقيه الحلقه. دلوقتي احنا في الفاصل هدينا وقلنا خلاص وفسرنا. لو سمحت فسر عشان الساده المشاهدين يسمعوا، عشان انا مش بحب الطريقه دي. بص يا دكتوره هي لو مؤاخذه الكلب ده، انا تواصلت مع حد على الفيسبوك وعرفت ان هي واحده عندها مزرعه كلاب جوه مصر وبره مصر. وانا اتواصلت معاها وعملت لها مفاجاه وجبت لها فعلا. انا شاري الكلب من واحده وجايبه لها هديه. خلاص دي خلصنا منها. خلاص مصدقينها خلاص. بس ده طيب. ده اول حاجه. الموضوع بقى العروسه والتجمع ولا جواز ولا لا بيت التجمع. هو كان فعلا كان في، وانا كنت قايل لها كان في عروسه ان انا كنت هرتبط بيها، بس ما حصلش نصيب. كل ده قبل ما اتقدم لها خالص، ومن قبل ما اعرف الكلام ده خالص. يعني ما كنتش في الحسبان ان انا هتجوز ريم. يعني ده موضوع جواز، مش موضوع ان انا وما حصلش نصيب. بس بعد كده انا مصدقاه.
انت بقى عايزه تصدقي ازاي؟ شوفي عايزه تصدقي ازاي. هي عارفه ان انا يا ست، هي عارفه ان انا اكتر حد في حياتي ممكن اعمل اي حاجه عشانه هي امي، وحياه امي وحياه امي. انا ولا متجوز في التجمع ولا متجوز اي حد، هي الوحيده اللي معايا. واذا كان في واحده تطلع لنا بقى لو في واحده بقى في واحده لو في واحده ما تسكت يعني، لو في واحده هتسكت ده عشان هي لو يعني. في واحده معاها ورق يثبت ان انا جوزها تطلعه. خلاص كده يا ريم؟ خلاص خلاص. بصها بقى من راسها اهو، متجوز التجمع؟ والله ما في الكلام ده يا ماما.